خروف واحد، خروفان، ثلاثة خراف. أتمنى أن تجدني جنية الأثنان. كان ذلك قريبا، لكن أين جوليوس؟ فاري، اتصل بدورية المخلب. استدعاء دورية الأظافر. لا، دورية المخلب. هذا رائع، دورية المخلب. أجل. حسنا يا بيمي، ستخفض سكاي خطافها، تمسك بها وستجذبك لأعلى. شكرا يا سكاي، لكن أخشى أن أجنحتي مصابة، لا يمكنني الطيران. لا تقلق، سيمسكك تشيز. تشيز قادم إليك في الحال. رف الشبكة. رائع، يا لها من إثارة أن تنقذني دورية المخلب، لكن أسقطت عملتي المعدنية وتدحرجت بعيدا. ستكون العملات صغيرة جدا، وهذه الغابة مظلمة حقا. آمل أن نجدها قبل الشروق. انتظروا، تحتوي العملات على جهاز تحديد الموقع، لكن لا أعرف كيف يعمل، لم أضطر للبحث عنها من قبل. لا تقلق يا بيمي، سنعرف كيف يعمل بالضبط. حسنا، إذا ماذا يفعل هذا؟ لا شيء، إذا تكبير. أو لا، ما رأيك بالتمرير؟ رايدر، لقد عرفت بالفعل، وجدت مكان العملات. رائع. زوما، رابل، أحتاج مساعدتكما في العثور على عملات جني الأسنان. بالطبع يا صديقي، هيا بنا. سوف أرسل لكما إحداثيات المواقع للعملات المفقودة الآن. ورابل، أحضر المغناطيس. حسنا يا بيمي، ماذا تظهر لوحة فيري؟ يبدو أن تشيس يقترب من أول عملة. العملة هنا أمامي، لكن توجد شجرة عليها. إذن يجب استخدام الرافعة. رف الرافعة. إنها معي. رائع، مدهش يا تشيس. أين التالي يا بيمي؟ في البركة. مهلا، أنا أتقن هذا. لقد وجدته. وقت السباحة. أوه، الآن. العملة الثانية مؤمنة يا جني الأسنان. وجدنا اثنتين وتبقت واحدة. يجب الإسراع، الشمس على وشك أن تشرق. رابل، هل وجدت آخر عملة؟ ليس بعد، اتبعت الإحداثيات ولكن لم أجدها. أظنني أعرف لماذا. يبدو أن العملة تتحرك. أعرف لماذا تتحرك. لطيف جدا. يجب الحصول على تلك العملة قبل أن تقترب من تلك الأم النائمة. رابل، سنقوم بإلهاء الدب واستخدم مغناطيسك لاستعادة العملة. رابل يأتي مسرعا. الآن فرصتك يا رابل. حصلت عليه. رائع جدا، لكن كيف سأطير إلى جوليوس بأجنحة مكسورة؟ لا تقلق يا بيمي، سنساعدك. موقع التخييم أمامي، أتحول للوضع الصامت. حسنا، الهدوء مثل الفأر. تمت المهمة. أوبس، آسف. ها أنت يا بيمي. شكرا يا روكي، وشكرا يا دورية المخلب، لقد ساعدتموني في الوصول لجوليوس وعلمتموني استخدام جهاز فيري. لا تشكرنا يا بيمي، كلما احتاج سحرك الخيالي إلى دفعة فقط اطلب المساعدة. هيا
ليبرتي، رقص رائع. هذا لا يبشر بالخير. أوقف الموسيقى، هناك من يحتاج المساعدة. رابل وروكي، لنصلح تلك الشاشة. في طريقنا، هيا نصلحها. فرانسوا، أتسمعني؟ هل أنت هنا؟ سكاي، هل رأيته؟ لا، لم أراه بعد. ها، ترى أين ذهب؟ واحد، اثنان، ثلاثة، قم. هذه حفرة عميقة جدا، لكن قد أستطيع التسلق إلى الخارج. أو لا، على الأقل لا يزال مع الفشار. أي أثر لفرانسوا؟ لا، بحثنا في كل مكان ولم نعثر له على أثر. أجل، قد يكون في أي مكان، والمنطقة كبيرة جدا. هذا القمر يذكرني بكرة الديسكو، لقد علقت في منطاد فرانسوا. تلك الكرة لامعة، إذا عثرنا على اللمعين سنعثر على فرانسوا. تفكير سليم يا ليبرتي. سكاي، فلتستخدم النظارات لرؤية أي انعكاس لضوء القمر على كرة الديسكو. سأفعل الآن. نظارات، هيا يا كرة الديسكو. كرة الديسكو، لكن لا أرى فرانسوا. أنا في الطريق. تبدو عميقة جدا. سكاي، استخدمي سرجك في رفع ليبرتي. سأفعل. رائع، ليبرتي للطيران قد أقلعت. شكرا سكاي. فرانسوا، أنت هنا؟ واو، هذه الريح قوية. النجدة، ساعدوني. سكاي، هل سمعت هذا؟ أجل، لابد أن فرانسوا تحت هذا المنطاد. أنزليني قليلاً، سأحركه. هل هذه ليبرتي؟ أنت بارعة في رقصة الجراء. أيمكنني التقاط صورة لي معك؟ شكراً، لكن سنلتقط الصورة بعد أن نخرجك من هنا. تمسكي يا ليبرتي، سأنزلك. ليبرتي، اقفزي بين يدي، سأحملك إلى الخارج. مناسب لي. سكاي، انتظري، لا يمكننا ترك ليبرتي هنا. إنني أحاول، لكن الريح تشتد بقوة. ليبرتي، لا تقلق يا فرانسوا، إذا احترت أرقص على الفور. هذا مدهش ليبرتي، أنت بارعة في الحركات المدهشة. جيد، الآن هيا بنا. وهذه ونحن نتدلى من الطوافة، وهذه أنا على دراجتها. أخبرتك أنها دعتني لأجلس على دراجتها؟ أخبرتني 7 مرات. شكراً على الصور يا ليبرتي. لا مشكلة يا فرانسوا. والإنقاذ على الرحب، إذا وقعت في حفرة اتصل بدورية المخلب. انتباه يا رفاق، نهائي مسابقة رقص الجراء، وها هما المتسابقتان ليبرتي وسكاي. واو، هذا ممتع حقا، انت مدهشة يا سكاي. شكرا ليبرتي، وانت مدهشة. الفائز اليوم معروف، الكأس من نصيب ليبرتي وسكاي، راقصتان بارعتان انقذتان اليوم ايضا. احسنتما، رائع. شكرا على المسعد يا زوما. في أي وقت يا رابل؟ روكي، هل يمكنك إحضار الأسمنت من رابل وإيصاله إلى مارشل؟ بالطبع. واو،
أنا حقاً أقوم بحفر عملك يا رابل. شكراً، ستساعد هذه الصخور في تثبيت القاعدة. مارشل، هيا يا جرو الشاحنة الكبيرة، الخرسانة قادمة. عمل رائع للجميع. كانت خطة صلبة يا رايدر، والآن لدينا دعم قوي. حسناً حسناً، قودوا بعيداً عن الجسر. الجسر يتشقق، ألا يرى التشقق؟ يجب تحذير الجميع للابتعاد عن الجسر. البوق السخيف لا يجذب انتباه أحد. آل، أخبر الجميع بالنزول من الجسر، هناك تشقق تحته. حسناً يا رابل، رجاءً ابتعدوا جميعاً عن الجسر بأسرع ما يمكن. هذا الصوت، إنه حوت. من المحتمل أن يكون هنا للمساعدة، الحيتان رائعة جداً. هل تسمع يا جاربي؟ أعتقد أنه حوت. أجل، لكن ما هو ليس رائعاً؟ هذا شاحنة المزارع آل على وشك السقوط. شكراً على التحذير يا رابل، ونحن بحاجة لإبعاد هذا الحوت. يا صديقي، أخرج، إنه ليس آمناً. فعلتها يا زوما، سبح بعيداً. ليس بهذه السرعة يا حوت، أحتاج إلى صورة. قام العمدة هامدينجر بإعادته تحت الجسر. نحن بحاجة لإنقاذ المزارع آل. سكاي، نحتاجك عند الجسر للإنقاذ. بالطبع يا رايدر. حسناً، الجميع يتعانقون بشدة، تعالوا أقرب، أنتم خارج الصورة الآن، الجميع معاً ابتسموا. عمدة هامدينجر، تحرك، إنه ليس آمناً. سوف يسحقون إلا لو ساعدتهم. واو، أنقذتهم. مدهش يا آل. أوه يا جراء، هناك قطعة أخرى ستقع. أنا مشغول، لا يمكننا المشاهدة. العمدة هامدينجر، السيد حوت، اخرج من هناك، أنتما في خطر. خطر؟ عندما يكون شخص في خطر نطلق البوق لإنقاذ اليوم. تشيس، أحتاج مكبر الصوت. رف، إطلاق مكبر الصوت. سأطلق البوق بقوة. حسناً، نحن لم نبتل ولم تبتل قبعتي. لا. لا يا هاتفي. وصورة الحوت أيضاً، وقبعتي مبللة أيضاً. حسناً يا جراء الشاحنات، حان وقت الإصلاح. بخاخ الخرسانة. عمل جيد مع الأسفلت يا جراء. ترى، الجسر تم إصلاحه. يا له من عمل رائع يا رايدر. شكرا يا دورية المخلب.